بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وبناتك أول توصف في المناطق الحاسب الأول لتأتيك المعلومات في درسنا لهذا اليوم سأتعرف على مفهوم الطباعة بالنفس. ما المقصود في كلمة الطباعة بالنفس؟ المقصود في كلمة الطباعة بالنفس هو سرعة الإنجاز. طبعا في البداية من سرعة الإنجاز في هذا العصر من أهم ضوابط النجاح تحتاج كثير منا إلى إتقان النصوص بشكل سريع في مجالات مختلفة مثل الطباعة والبحوث والتقارير والكثرة المعلومات والكاد والمواقفات الاجتماعية، ولكن سرعة الإدخال قد تختلف من شخص إلى آخر. فهذا النقطة يعني تعتبر من سرعة الإدخال، ربما يستغرق آخر وقت طويل في البحث عن الحروف والإدخال. كما هنا نرى على مفهوم الطباعة بالنفس وهو اللي هو الكتابة السريعة على كتب المفاتيح استخدام جميع الحفاظ اليدين دون النظر إلى المفاتيح. عشان تظهر مسؤوليتنا يمكن تعلم مهارة الطباعة بالنفس، هذه مهارة تعلمنا مهارة ولكن التدريب المباشر والمستمر على هذه المهارة كما تعلمت أن نتطرق نكتب بشكل سريع على خط مفاتيح ونكتب البيانات إلى انتهاز الخط بشكل سريع. نظهر هنا في شكل استخدام الطباعة بالنفس، هذا هو شكل استخدام الطباعة بالنفس، نكتب بحفاظ اليدين على خط المفاتيح دون النظر إلى خط المفاتيح، تبقي حافظة أماكن الحروف الموجودة لنا لو خط المفاتيح. نأتي لمزايا الطباعة بالنفس، ما المقصود بمزايا الطباعة بالنفس؟ من الطباعة بالنفس عن غيرها؟ مفهوم الطباعة بالنفس لمزايا عديدة، منها أولاً هذا الشيء أساسي في تعلمنا للطباعة بالنفس، فقط تتفوق الكتابة بالقلم، قد يصل سرعة الطباعة بالنفس من بعض المستخدمين إلى ما يزيد على 80 كلمة في الدقيقة. كذلك سهولة الإبهار، من مزايا طباعة النفس سهولة الإبهار ودائما عند الجلوس أو المهم بالكثير عن الأجهزة نقول أن تعبنا أو أجهزنا من استخدام الحاسوب، وبالتالي لو تعلمت طباعة النفس سوف تقدرين بإجهادك العزل على الحاسوب، لأن نظرك يكون إلى الورق فقط الذي تكتبين منه الذي ينقل من الوقت هو لا تحديد مستند للنقل، يعني شاف ورقة النقل فقط يكون نظرة غيره و يبدأ الكتاب في ورقة النقل دون النظر إلى الشاشة أو لوحة النقل الخاصة. كما أن قوة الإجهاض كذلك في الطباعة بالنفس وهو في ثبات نصف اليدين، اليدين تربط على مكان واحد والأطراف تكون أطراف الأطراف التي تبدأ الجهد على الأطراف بدون أن يكون جهد على أكثر واحد فقط واحد يكون هذا الأجزاء في جهده، فبالتالي هذا من مزايا الطباعة. ننتقل للميزة الثالثة على وجه الطبق عند إتقان مهارة الطباعة بالنفس، تقل قطع الطباعة الكاشف وبالاستمرار في الطباعة بالنفس تكون وأنا متطلبات الطباعة، هل أنا أحسن طباعة بالنفس في متطلبات؟ أولاً تهيئة الملف، لابد من تهيئة مكان خاص للمكان الحاسب لتطبيق الملف، واختيار مكان مناسب للحاسب تقدر تقديم الملف، أولاً تهيئة الملف، طباعة مناسبة، تنسيق الخطاء بشكل آمن بدون تنسيق العفو. أصلاً قد تؤدي لأضرار الحاسب. كذلك عندنا أجهزة سليمة. إذا كانت أجهزة سليمة لابد من أولاً نقطة وضع الكرسي بحيث ترتاح القدمان على الأرض. إثنان أن يكون الطرف لاصق بالنسبة للكرسي بشكل مناسب ومريح للجسم. بعدين الذراعين حتى تستغل الوضع الطبيعي دون الحاسة إذا رفعها وضع النقطة الملام الثاني لو كانت أجهزة. كذلك مكان لوحة المفاتيح أو شكل تأثير كبير على طباعة النفس وعلى الجلسة الصحيحة على الحاسوب. كما
المناسب في المكان المناسب فيكون في الأصابة تسليمون إلى لفظ المتعفين يكون الشخص على طبق مريض في النظر وفي الغالب تكون المسافة بين الشخص والشخص من 25 سنتيمتر إلى 25 سنتيمتر إذا تكون هذه المسافة بين الشاشة والمستخدم يكون على الشاشة مقابل العينين كما في الشاشة هنا الشاشة تكون أعلاها مقابل لعينين الشخص فجد أن يكون يدور مقابل وسط الشاشة في هنا العينية لابد أن تكون مقابل الشاشة المسحقين هذه لابد أن تكون ملاصقة من جسمك وعين كرسي الكرسي لابد أن يكون مريح أن تكون لحد مفاتيح ما إلى الوراء لحد مفاتيح لابد أن تكون بهذا الشكل يقيس بمستوى لوحة المفاتيح بالشكل لابد أن تكون مثل ملاصقة للبعض مثال الكومتين أن تكون الصورة على الشاشة واضحة هذا بالنسبة للمتطلبات وكذا هذه المنطقة للتحضير الصفر وطول الإجهاد وتعب على المفروض المنزل أو المريض على الحاسو خصوصا من عام أخرين أفضل أخذت أجل أوقات من كل هذا على الجهاز الحاسو والانتظار في تبدأ شوال حلوة جدار كل الأفضل إلى جدار مجرية واختار السريعة ثلاثة جنة مقدم وسيارة بيانت ونحبس على نقول اتجاه النظر ثم ذكرنا يكون اتجاه النظر إلى الكرة التي نفسد منها والحاسة على عدد نفسد منها بس أنا تحس تجرب على تباعد النفس أو تتعين بمهارة تباعد النفس ستكون قادرة على حفظ أمانكم الفلوس حركة الأصابع يجب أن تكون أصابع الفلوس على ثمان فلوس من سقف الارتكاز تمام؟ هذا هو سقف الارتكاز هذا ما يسمى سقف الارتكاز والإبهامين على مفتاح المسافة كما يظهر في الشكل الآتي بعد الثابت من المسافة يكون هذا إبهامك على زرار المسافة إذا تتعرف غير هذه الفروق الثمانية ينتقل إليه الأسفل المخصص يتباعد بحركة سريعة ثم يعود إلى مكان الثابت في صف الارتكاز هذا يسمى صف الارتكاز لأن يبدأ تكونك أو أصابع يديك يمكن تبدأ على هذا الصف كيف تبتدي من هذا الصف ينتقل إصبعك مباشرة لهذا الأسفل ثم يبدأ تسجيل مثلا هذه الفروق نبدأ نكتبها بهذا الأسفل هذه الحروف نبدأ نكتبها بهذا الأسفل هذه الحروف نبدأ نكتبها بهذا الأسفل لكن تستخدم أطراف الأصابع لنقع المفاتيح تسمع من قبلها وهي دون تحليل اليد أو فقط تحليل الأصابع يمكن إذا انتهينا من درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تتطلبوا التدريبات وتعلموا هذه المهارة الجميلة وبإذن الله سنتعرف في الأسبوع القادم على أطباء النفس وكيف يمكن التسليم عليها عمليا بإذن الله هذا هو فقط كان درسنا لهذا اليوم تعرفنا فيه على لوحة المفاتيح تهيئة المكان لتباعد الناس وعلى جاية تباعد الناس الواجب لذاته حيث تمارين بهذه الوحدة سيدات من وعلى بلاد الوداهرة أو في الأسبوع المقبل إلى